السلام عليكم ورحمة الله. أو هذا الفيديو بعض نتائج الدور الثاني للثالث متوسط أربع مدارس. عندنا ثانوية الآخاء المسائية للبنين الرصافة الأولى هياتها، مثل ما قلت لكم جاي أنزلها بقناتي على التليجرام. عيني وبعد هذه وياهم وهذه هاي الأسامي، طبعا الأغلبية رسوب، هواي رسوب. هاي ثانوية الآخاء المسائية للبنين الرصافة الأولى. هنا عندنا ثانوية المختار الثقافي للبنين الرصافة الثانية، يعني قليل الناجحين، الأغلبية رسوب. ورغم ما كانت الأسئلة كل السهلة، هذه ثانوية الحرية النجف الأشرف، أو هذه ثانوية الأقمار الأهلية للبنين الرصافة الثانية.